ترك لنا الكاتب الصحفي الكبير جمال بدوي عدة مؤلفات بلغت 20 كتابا، معظمها دراسات في التاريخ المصري وأحدها عن الصحافة، حيث شغل بدوي منصب رئيس تحرير صحيفة الوفد الحزبية. وولد محمد جمال الدين إسماعيل بدوي في محافظة الغربية في 12 فبراير عام 1934، ودرس الآداب إلى جانب عمله كصحفي، وكان يقدم عدة برامج تلفزيونية حتى أنه عرف بالمؤرخ جمال بدوي، وكان له عمود ثابت بجريدة الوفد. لقب بجبارة الصحفيين، وكرمه الرئيس الراحل مبارك بمنحه وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1995، وحاز كتابه أنا المصري على أوسكار أفضل كتاب في المعرض الدولي للكتاب عام 2004. وتلقى بدوي تعليمه الأول في جمعية المحافظة على القرآن الكريم، وبعد حصوله على الابتدائية انتقل إلى التعليم الثانوي بطنطا، ثم تخرج في قسم الصحافة بآداب القاهرة سنة 1961. وأثناء دراسته اختاره الكاتب الراحل مصطفى أمين للعمل في أخبار اليوم، ومارس معظم فنون العمل الصحفي. وفي عام 1972 انتدب مع آخرين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإصدار صحيفة الاتحاد، وعاد في عام 1981 إلى أخبار اليوم. وفي عام 1984 شارك في تأسيس صحيفة الوفد وعمل مديرا للتحرير بها، ثم رئيسا للتحرير في 1989، إلى أن استقال وعاد لأخبار اليوم. وتوفي جمال بدوي في يوم الاثنين 31 ديسمبر من العام 2007، تاركا وراءه تاريخا كبيرا من النضال والكتابة في بلاط صاحبة الجلالة.